Hello, everyone. Today, I'd like to introduce Ms. Amin Al-Hawaj, a young Bahraini inventor. Assalamualaikum. يمكن بعضكم يعرفني بعضكم ما يعرفني بس اليوم انا مو ما راح اتكلم بطريقه يعني رسميه ولا شيء ممل لا بشارككم شيء يمكن انتم الحين بتحسون فيه اكثر لان تقريبا مريت في تجربه مشابهه حق التجربه اللي انتم الحين فيها فطبعا امين الحواج بحريني انفنتر امباسدور اوف انفنشن owner and founder for Mumkin Company. طبعا في شيء انا احب دائما اقوله. I called my company Mumkin من كثر ما سمعت الناس يقولون لي مو ممكن اللي تسوينه. فلما سويته كان اسم الشركه في الاخير Mumkin. بس عشان اثبت للكل ان الواحد اذا كان عنده فكره ومؤمن فيها مفروض يسمع نصايح ويستفيد من خبرات الاكبر منه ولكن في الاخير يتم محافظه على هاي الفكره اللي في باله. فخلنا نشوف انا اليوم اخترت هاي التوبيك لان المفروض انتم اليوم عقب ما تطلعون من برنامج مشروعي وانا اقدر اقول لكم يو ار لكي ان انتم في برنامج مثل مشروعي امانه لان انا يوم في ذاك الوقت من قبل 6 سنين كنت احلم ان يكون عندي احد يدعمني نفس طريقه البرنامج اللي موجوده الحين فيو ار لكي يعني سواء اللي بيوصل للاخير او لا انتم الحين قاعدين تحصلون اكسبرتس قاعد تحصلون ناس تدعمكم بشكل مباشر وبشكل غير مباشر ويكفي ان انتم اخذتوا هاي الستيب يعني يمكن في وايد ناس قبل كانوا محتاجين هاي نفس هاي طريقه الدعم او اي شيء من هاي النوع كان مو قادر يحصله احنا نظرتنا يمكن لازم تتغير احنا اليوم مثلا في الكلاس في الجامعه خلينا نرجع شوي للجامعه اذا واحد فيكم الحين في الجامعه في الجامعه احنا يمكن 20 واحد في الكلاس او اكثر كل الاوادم يفكرون ان احنا بنتخرج عشان ندور شغل وهكذا هل احنا الحين وصلنا لفتره يعني محتاجين ان احنا يعني اي دوله هذه اللي بتستوعب كل الموظفين بس يعني مثلا على سبيل المثال انا كنت ادرس علاج طبيعي كان في دفعتي 43 واحد بيتخرج يعني لو نوزعهم على كل مستشفيات البحرين بعد بتم في احد ما بيشتغل اوكي فانت هني لازم تكون شيء متميز مو بلازم ان انت يعني نظره هاي النظرة ان انا ادرس عشان اتخرج عشان اشتغل شوي لازم تتغير شلون خلينا نشوف شلون الطريقة طبعا انا حاليا مثل ما قلت لكم في البداية صاحبة شركة ممكن الاختراعات والدراسات تصنع في المانيا وقريب ان شاء الله راح يكون الاسمبلي لاين في البحرين لان كل هالتعب اللي انا تعبته وحققته مو معقول بخلي دولة ثانية هي اللي تصنعه لكن في البداية عشان أثبت نفسي وأثبت أن كل شيء يكون efficient ويكون في كواليتي ممتاز حق الشيء اللي قاعد أسويه حاليا قاعد أصنع أجهزتي في ألمانيا ومثل ما قلت لكم هي شركة تضم يعني من أنشطتها أن هي تصنع الاختراعات والبروتوتايبس والأفكار سواء كانت أجهزة طبية ولا أجهزة غير طبية وغير كذي أنا رئيسة تطوير المشاريع في جمعية ابتكار ومسؤولة قسم التعليم والتطوير في شركة زين أنا وايد أحب هاي الصورة طبعاً مو سمة صجية بس الطوفة شيء يعني سمة إذا وثقتوا في نفسكم إن لأحلامكم هاي اللي الحين في مخكم ما لها ليمت بتوصلون ولكن إذا وصلتوا لمرحلة حسيت إنه خلاص ما بيضبط الشيء اللي أنا قاعد أسوي أنت حطمت نفسك انت وقف نفسك ما حد وقفك ما حد قال لك تروح تتاثر بكل شيء انت تسمع تستفيد لان احنا في الاخير ما بيكون عندنا خبرات يعني احنا مو ما حد عنده خبرات كافيه والاستعانه بخبرات الاوادم هاي شيء كلش مهم خصوصا يعني خلينا نقول ذوي الخبره فهاي الصوره بس عشان ايس بريكنج عشان ندش شوي اكثر في هاي انا اليوم ما بقول لكم ودز انفنتر مين بقول لكم ودز انتربرينور مين شنو يعني احد يقول شنو رائد اعمال او رواد اعمال انتوا الحين وصلتوا لهي المرحله انتوا شنو احد يقول لي the one who create value to the society thank you more يعني هذه على قولتهم بزنس ديكشنري ما له اي دخل يعني انت شنو انت تتوقع المهم ولا انا بقول لكم هاي الكلام اللي You can Google it بتحصل نفس الجملة وبتحطها. In the end اللي بيوصل لكم إياه رسالة.
أنت اليوم عشان تكون رائد أعمال مو بلازم بتروح تلبس قناع رائد الأعمال، أنت لازم تكون فعلاً رائد أعمال من داخلك. رائد الأعمال اليوم مو بتقليد، سوري أنا في مثال لازم أقوله، في مثلاً واحد في البحرين فتح محل شاي كرك، عقب شهر شهرين كل البحرين فيها محلات شاي كرك. أنا ما قلل من اللي عندهم بزنس شاي كرك، بس قصدي هل هاي فعلاً يعتبر يعني سويت أد فاليو أنت حقيقي حق الكوميونتي اللي أنت فيه؟ هل أنت فعلاً سويت شيء ولا وين الشيء يعني؟ ولكن في الأخير أنت لازم تسوي شيء مختلف. البحرين كلها الكبر، إذا أنت بتسوي بيكون عندنا 10 بزنس متشابهين، إنزين؟ هل يعني أكيد كل واحد له طريقته، كل واحد تميزه، هاي وجهة نظري الخاصة يعني. أنت لازم تسوي شيء واو عشان يميزك. إذا ما تشوف كل من يقدر يسوي A B C D، إنزين؟ المطلوبين سووهم هاي لازم، بس عشان تكونون واو وتخلون كل الأضواء تكون عليكم سووا بعد A G، كملوا شوي بعد. There is no elevator to success. You have to take the stairs. ما في أحد يعني تشوف طق سيدا وصل لهذه، ما في. يعني لازم أنت عشان توصل حق هاي خلينا نقول لمعان، وإنك توصل حق الشيء اللي في بالك خطوة بخطوة، أو يمكن يعني خلينا نقول تشجح بس يمكن تطيح مرة ثانية، لأن لازم يكون كل شيء مدروس 100%. وهاي الهدف من برنامج اليوم مشروعي، إنه يهيئكم اليوم إن أنتوا تاخذون ليفل باي ليفل وتكونون متمكنين منه عشان تقدرون توصلون حق الليفل أكثر. يعني أنا اليوم مثلاً أتذكر واحد كنت قاعد معي قاعد يسولف لي عن بزنس ماله whatever كان البزنس، إلا أقول له زين سويت دراسة؟ يقول لي لا. زين سويت؟ لا. قلت له شو سويت؟ يقول سويت ويب سايت. يعني بزنس ماله شيء يمكن خلت توضح لكم فكرة أكثر. البزنس ماله شيء مفروض يعني إنه يكون بروتوتايب أو شيء معين، أوكي؟ ما سوى ولا شيء بس مستانس إنه هو سوى الويب سايت وحط أفكاره في الويب سايت. يعني وإذا أحد يمكن مهتم بعد بيروح بيشوف الأفكار من الويب سايت ويمكن يسوي البروتوتايب بعد قبله، هو لحم مستانس أنا هو مسوي الويب سايت. طريقة المانجمنت عشان أنت تسوي البروجكت مالك لازم تتغير، لازم تحمي نفسك، مو بتقول والله هاي باق من عندي الفكرة، أنت أعطيت إياها وهو ما باقها من عندك. المهم هاي خطوة. دائما وأبدا فكروا outside the box، لأن كلنا في البوكس. عشان تتميز فكر outside the box. وأنا وايد أحب هاي الصورة لأن أحس تبين، أوكي؟ يعني أنت اليوم إذا بتفكر inside the box شوف، يعني كلنا نظراتنا واحدة. تبي تتميز، تبي تكون شيء تسوي بزنس يكون عليه يعني خلينا نقول متميز بنوع أو بآخر، think outside the box. أنا شخصياً قصتي كانت مني، ما بحكم في تفاصيل، يمكن ما ب يعني تفاصيلها وايد ما بقول لكم إياها. أنا بحكم إني أنا كنت أخصائية علاج طبيعي، بالذات كنت في السنة الثانية، أوكي؟ كنا في بعض أنواع من التمارين نسويها منولي، not efficient، ما فيها أي نوع من الهياجين، يعني الهياجين عنصر الحماية والسلامة وعدم انتقال العدوى مثلاً. إذا واحد كان مسوين له تبديل مفصل الركبة، أو واحد رياضي صاير له رباط صليبي، إصابة رباط صليبي، أو غيرين مفصل الفخذ، whatever، وايد حالات كنا نسوي، كنا نعالج المريض إن نحرك المفصل ماله أو العضل ماله باستخدام هاي التاول أو أي شيء ثاني عشان يرفع الريول. زين إيش كان يصير؟ أول شيء إن هاي الفوطة يعني في بعض المستشفيات، يعني إذا واحد بعد ما أعرف شنو أقول، مهم إنه يستعمل هاي الفوطة حق مليون مريض وناهيك عن الجراثيم اللي قاعد تنتقل. هاي من ناحية خلينا نقول المظهر السلامة والسالفة السيفتي. ولو شيء ثاني إن شوفوا ليش قاعد يتحرك أكثر. اللي قاعد يتحرك مو بريول المريض، يد المريض البايسبس مالته قاعد يتحرك، لأن هو قاعد يسوي لها باسيفلي، قاعد يحرك ريوله. ففي الأخير أنت ما قاعد تسوي التريتمنت بشكل صحيح، طريقة التريتمنت ملوثة. وغير كذي ساعات واحد مثلا مريض شوي يعني قوي يسمت روحه بزيادة فيسبب رابتشر في المسلز أو النيرف سبلايز اللي عنده، يعني في الأعصاب أو أي شيء. فأنا يعني يوم يعلمني الدكتور هاي الحركة، مو بنا تفلسف، لكن يعني أنا حين قلت لكم السالفة اقتنعتوا في الحركة هذه، أوكي؟ يعني مو معناته
ان احنا ندرس شيء وما ادري شنو يعني ما يصير خلاص احنا نقول شيء. والله مو داش في راسي ما بسوي كذي، ما بتخرج عشان احصل شهاده عشان اسوي هالتريتمنت. طبعا هني انت بعد لازم تحارب، لان انت لما تبتدي تقول هالفكره حق الاوادم مو كل من بيشجعك، يعني لا هد عنك الحين هاي التريتمنت صار له سنوات السنوات يسوي، احنا انت بتين تغيرين هاي التريتمنت شو بتسوي لنا؟ يعني بتخترعين الذره بتسمعون هاي الاشياء وايد يعني هاي عاد انتم شلون ادومكم تكون هذه اللهبه كيفكم؟ المهم هذه انا وانا افكر كانتيني هاي الفكره. زين اكيد ما في احد ما يعرف هاي خلينا نقول الكود الحاجه ام الاختراع، لان انا كنت احس ان في نيد كان عندي مثلا بالاخص كان عندي لاعب عمره 18 سنه لاعب كره قدم يصيح صاير طايح في الملعب صاير عنده رباط صليبي يقول انا الحين اطلع من المستشفى العب كره، ده هو المدمن مال الكره. ف زين بغض النظر هو صح هو خطا، انا احس انا كنت في وقتها احس كاخصائيه احنا ما قاعدين نوفر العلاج الصحيح للمريض، يعني مثلا مريض محتاج شهر يتم له 4 شهور، مو بلان حالته يعني خلينا نقول محتاج انه يتم هالقد، لا بس طريقه العلاج مخليته انه يتم في المستشفى مده طويله. فايش سويت؟ هاي البزنس بلان مالتي كانت في البدايه. هاي البزنس بلان كانت مالتي، لا افتخر فيها، بقول لكم ليش، بتعرفون ليش بعد بالسلايدز الجايه. رسمت الفكره اللي عندي كذي ورقه وقلم وانا يمكن كنت في السلمانيه على كورنر قاعد ارسمها، يمكن ما اتذكر بالضبط متى رسمت الفكره، خليتها في بالي حطيتها في مخباي، رحت البيت رحت لابوي قلت له، طبعا عقب ما قبل كنت رايحه دكاتره وكذي يعني سمعوني حكي بعد وايد حلو بعد ما يحتاج اقول لكم الاحباط، بس بعد انا يعني في بالي ان انا بسوي هاي الشيء بسوي. رحت للبيت حق ابوي كان اقول له ابي اسوي هاللون كذي، يطالعني كذي قلت اوه هاي بعد شكلها الحين بعد بحبطني زياده. اللي قال والله صدمني، يعني مو صدمني بس انه يعني غير نظرتي، قال لي سوي اللي في بالك وانا بدعمك حتى لو ما وصلتي حق اللي تبينه. لا يعني اليوم البحريني ماله حق في خصوص البزنس بالذات يقول والله انا مو مدعوم، لان انا بايلكم في التفاصيل انا شلون تمكين دعمتني بعد، بس بقول لكم متى. المهم هاي سويت، خلينا نرجع قصتنا. هاي الورقه حطيتها عندي وحصلت كلمتين حلوين من ابوي ومشيت. الحين قلت خلاص ابتديت حطيت الفكره هني خلاص كيف سكت عليها، ابتديت اسوي بروتوتايبنج بروحي في البيت. احنا انا يعني ابوي اول دعم سوى لي اياه، يعني معلي كل الخشب حط لي اياه ورا البيت عندنا مساحه كذي وحط لي سكروب ما ادري شنو قال لي سوي تبين. ابتديت اصنع يعني اسوي الفكره دي ابي احولها من الورقه اللي شفتوها لشيء عبالي سهل. صارت لي سوالف يعني مليون مره قلت خلاص ما بيضبط، غير اللي اوادم اللي تروح لهم وتتاكد منهم بعد يعني يقولون لك ما بيصير وما ادري شنو. اول شيء سويته استعملت، لانه مو فكرت عدل، استعملت ماتيريال خشب. الخشب ضبط عندي الكونسبت حق الحركه اللي ابي اسويها. انا شنو خلينا بس اعطيكم على السريع، انا كنت ابي اشيل سالفه الفوطه ان احنا نسوي علاج بفوطه او بخرجه او شيء، واخلي مبدا العلاج يكون كلش دقيق ونظيف وأكيروت، بحيث انه هو نقدر نضبطه على حسب المسلز ويت مالت المريض، الرنج اوف موشن مالته، النيرف سبلاي اذا كان افكت، يعني كل هاي الامور كامل. فكنت ابي اسوي هاي الحركات كلها في جهاز، ان احطه حق المريض واقدر انظفه واقدر اني اخلي اساعده فيه وهالامور كامل. ومو بس كذي، في صوره انا ما حطيتها مني، احنا اذا نبي نسوي حركه ان نحصل نحرك مفصل الفخذ على اليمين واليسار شو نسوي حق المريض؟ يعني انا سوي اني قاعد اقول لكم كذي بس شوفوا وش نسوي. نحط لهم خشب، ناخذ خشب نوديه حق سرير المريض اوكي، نحط ريول المريض ونحط له فوطه من تحت اوكي، ونقول له زلق ريولك كذي. تعرفون شنو صار قدام عيوني؟ مريض مثلاً ساعات يكون عود أو كبير في السن أو يمكن واحد مو بمسوي كنترول على ريوله عنده ألم، شي يصير هذا الريوله يسوي يحركها تزحلق مع الخشب
شو يصير؟ تطيح برا على السرير. وش يصير عنده؟ انفصال فراكتشر، ويصير عنده شيء نسميه سبلكسيشن او ديسلوكيشن حق الهب. يعني تخيلوا واحد جاي نعالجه حق شيء، احنا نسوي له شيء ثاني، لان احنا قاعدين نسمع نعالج بطريقه اجدادنا واجدادنا واجدادنا. اوكي ثانك يو ثانك يو فور ذا كويشن. انا اول شيء سويته اوكي قبل ما اسوي حتى بروتوتايبنج، قبل ما اسوي بروتوتايبنج جوجل وسيرش، قلت يمكن في البحرين ما عندنا هاي التقنيات العاليه وما ادري شنو. رحت على مستوى الخليج، شفت ما في شيء. هني هاي كلش يعني صدق ثانك يو على هاي كويشن. انا كنت كان حاطه في بالي ابي اقوله، قبل ما تسوي الخطوه سوي سيرش، تاكد هل في شيء مشابه. ساعات ياخذنا الحماس خلاص انا بسويها. يمكن في امريكا في شباب رايحه شوي، يعني انت هني ما بتضيف شيء اذا انت بتسوي شيء اوريدي موجود. نشكركم على الحماس ولكن انت موجود. فانا اول شيء سويته سويت سيرش على مستوى الجي سي سي، بعدين شوي توسعت اكثر على الميدل ايست، قلت هاي شكله في الميدل ايست ما في، خلاص تاكدت. وطبعا في ما بيرش في تفاصيل، ولكن حتى تقدرون تروحون على الانفنشنز باتنت اوفيس بيراونكم بالضبط، لان ساعات شيء مو موجود في السوق بس مسجل. فكل هاي الامور خليتها بعين الاعتبار لين وصلت حق الدول المتقدمه امريكا ويوكي ولا اخره، ما في كلهم كذي. قلت خلاص هذه بعد اعطاني اصرار اكثر ان انا اكون الاولى فيه، وهاي شعور لليوم احسه ولا بيروح. تكون الاول هاي شعور يعني ما يتكرر، يعني لليوم ما اقدر انسى. مثلا لما استلم شيء بوريكم الصور عشان تعرفون شنو اكثر الاحساس. هذه سويت خشب، الخشب ما فاد، يعني استعملت ماتريال الخشب ما فاد، بس ضبط عندي الكونسبت عشان ما اقتل الفكره كامل. ضبط، قدرت اسوي شيء زين. اتمنى الفيديو يبين زين انه يروح فوق وتحت زين اوكي، ويروح يمين ويسار على حسب الحركه هاي. اوكي ما ضبط كماتيريال بس ضبط ككونسبت. اوكي يتحرك خلاص، يعني هني انا اهد الموضوع. وهاي لا، هني صار شوي علي الضغط اكثر اني انا اوصل حق بروتوتايب شوي اكثر زين. بريكم الفيديو. شاركت في برنامج نجوم العلوم مدعوم من قطر فونديشن، ساعدوني اكثر ان انا اسوي الجهاز. الفيديو ما اتوقع يبين عندكم نهائيا. اوكي رحنا جربنا على مريض وما ادري شو، ساعدوني انه يكون بشكل يعني كلي. هاي واحد احلى الفيديوهات، بس للاسف البروجيكتور ما قاعد يبينه عدل. ومن حركتين سويت اربع حركات، من الهدف اني انا كنت اسوي طريقتين حق العلاج. اي صار سيركل، صار اب اند داون، وصار دورس فليكشن وبلانتر فليكشن. اي هاي الحركه. المهم فتشوفون يتطور الشيء. اوكي نصيحه يعني اذا الفرصه ما جاتكم انت جيبها. شوف انا في طابع يمكن وايد ينتقدوني عليه، عاد كيفكم، بتاخذونه من عندي ولا ما بتاخذونه up to you. لازم تكون عنيدين شوي. يعني عشان توصلون حق الشيء اللي تبونه لازم تكونون عندكم هاي القوه. شوف رائد العمل لازم يكون قوي زين، يسمع وكل شيء، لكن لازم يكون يعني يحمي هاي الافكار اللي عنده. وعندنا مشكله بعد احنا يعني رواد الاعمال بشكل عام يكون متحمس وايد، فيبي يفتح اكثر من فكره مع بعض. تركز في فكره خلصها بعدين ان شاء الله الافكار اللي هي تيك زين. ارجع على هاي الكوت زين، لا تنتظرون الفرصه هي تيكم، انتم اليوم جايتكم على فكره يعتبر. اوكي عن طريق برنامج مشروعي، وهاي جايتكم الفرصه بشكل غير مباشر. اوكي استغلوها صح. انا كان ما عندي هاي الفرصه، بس خلوني اقول لكم تمكن شنو سوت لي لاحقا. اوكي قبل ما احكم كنت لما تثبت الشيء اللي انت عندك لا توقفه، مو تستانس اوه سويته وخلاص تحطه تشيف برواز او في مكان في الزاويه وخلاص. انت عقب ما تسوي الفكره هذه، خصوصا اذا كانت فكره بتخدم المجتمع، اوكي لابد انك انت تكون عقب ما تثبتها تكون مسؤول عنها. اذا هديتها انت محاسب، بما ان انت قدرت انك توصلها
وتثبتها وكل شيء، تخيل انك توقفها. انت اليوم كأنك منعت شيء خير حق المجتمع، فانت اليوم اصبحت مسؤول من هذه الفكره. طبعا يعني هاي من اروع الكوتس حق توماس اديسون. اوكي، ما في شيء بالحظ او باللاك او بالصدفه، ما ادري نقولها شيء بالحكي. اوكي، بس في الحقيقه كل شيء يجي بتعبك، بمحاولاتك. لا تتوقع ان اي شيء بيجي لك بطريقه يعني خلينا نقول راندمايز او بدون ما هاي، كل شيء بتعبك. ساعات الحظ يساعدك، ولكن اذا انت كنت مو بادي صح ما بتقدر توصل حق شيء قبل ما تبي. اوكي، انا سويت خشب، سويت بعدين ستيل، ما فاضي يعني سويت اي وبي اذا بتاخذونها على الحروف. اوكي جايز، اذا ما نجحتوا من اول مره ولا ثاني مره، عندكم مين قال لكم ان مثلا لازم عناصر النجاح انك تنجح من ثاني مره ومن ثالث مره؟ واذا ما نجحت من ثالث مره يعني انت خلاص فاشل. مين قال؟ اوكي، سو وسو وسو ليه ما بتوصل؟ يعني في الاخير انت هني ما ليش تحط لك ليميت؟ يعني اوكي مثلا في ناس خلينا نقول، يعني انا مثلا بقول لكم شيء، يوم كنت في برنامج نجوم العلوم، ما ادري في احد تابعه ولا، وايد تاثرت، وايد وايد تاثرت. اوكي، لان رائد العمل كذي يكون متحمس حق فكرته ويبي يوصل حق الاخير خلاص. زين، انا في برنامج نجوم العلوم هو كان برنامج يحتوي على 4 مراحل، مرحله اثبات الفكره، مرحله الهندسه، مرحله التصميم، ومرحله التسويق. وصلت لكل هاي المراحل، يوم وصلت حق مرحله التسويق ما فزت. صدقني تاثرت وقعدت اصيح وما ادري شنو وكل شيء، لكن يوم قعدت اراجع نفسي اكتشفت فعلا انا كان خطتي التسويقيه ما كانت جيده. فهل البرنامج مو زين وبرنامج قشاشين وما ادري شنو؟ لا، انا اليوم اعترف لكم، يعني اقول لكم، انا اقول لك عقب ما هديت قعدت احسب اوراقي اكتشفت فعلا ان انا الخطه التسويقيه كان فيها بعض النقص. فمو معناته ان انا خلاص ما اكملها، ما استبدلها بخطه تسويقيه ثانيه، لا، اتعلم من خطئي واعالجه بسرعه بعد. اوكي، على السريع يعني بقول لكم انا بالنسبه لي 8 خطوات عشان انت تكون متميز في خطتك، خطه مشروعك او اي شيء. اول شيء امبروف يور ابيلتي حق البرنستورم. انا في سيركل وايد انا شخصيا استعملها في حياتي، اوكي، اللي هي الاسس، needed change, learn, والpersonal abilities، هاي كلها تدور على بعض. اوكي، يعني اذا انت ما يكون عندك good assets وما يكون عندك needed حق change وما يكون عندك learning وما يكون عندك personal abilities، زين البرينستورمينج ما بيكون، ما بيضبط معك 100%. انت لازم تخلي كل هاي الحقائق عندك علشان انت تقدر توصل حق الشيء اللي انت تبيه بطريقه كلش يعني ما تطلع برا على الموضوع. الشغله الثانيه make a survey، نفس صاحبنا اللي قلت لكم عنه مال الويب سايت. اوكي، قبل ما انت تبطل الويب سايت وتعلن اسم شركتك وتعلن اسم وتقول عن الاكتيفيتيز اللي عندك في الشركه، انت اول شيء سوي دراسه جدوى. احنا ساعات نقول دراسه بس احنا ما نسويها. زين، انت اليوم اذا بتسوي بزنس او شغله معينه روح اسال، شوف النيد اول شيء. يعني مو معقوله مثلا في البحرين بنسوي شيء ما له علاقه، مثلا نعرف انه ما بيكون لك، ما في كاستمرز حق شيء معين مثلا بحكم الاور كلتشر، بحكم اللي هو. اوكي، لازم تكون انت مضبوط، يعني شغلتك مضبوطه 100%. تسوي دراسه، تتاكد من السيرفي، تتاكد من حجم الشغله اللي انت قاعد تسويها من كل النواحي. وانا هاي بالضبط، هاي ماي ريل سيرفي يعني. اوكي، اللي سويته قعدت اشوف، زين انا سويت الفكره بس يمكن مو بزينه، يمكن 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 التستنج مالها مو بزين. مو بمعناته ان انا خلاص سويت البروتوتايب والكونسبت جاهز يعني خلاص 100% زين، لا، لازم انا اتاكد، اسوي مقارنه. وهاي اللي سويته، سويت في مستشفى السلمانية 200 حالة، عالجت 200 حالة لمدة زمنية، 100 حالة بدون استعمال الجهاز و100 حالة باستعمال الجهاز، عشان أنا أشوف هل يمكن الجهاز ما يعطيني الفاليو اللي أنا كنت أبي، فيمكن الفوطة يطلع أرخص. أوكي، فأنا هني فكرت بهاي الطريقة، والحمد لله رب العالمين من عقب ما سويت هاي السيرفيز والكويستشنيرز والدراسات هذه لاحظت الفرق. making a prototype، هذه اهم شيء. اللي مساعد شفتوه محاولات. اوكي، making a real prototype شيء مو سهل، وايد صعب.
وأنا بقول لكم نصيحة على السريع، يعني إذا أنت بتسوي بروتوتايب لازم تسوي هاي الشيء، أرسم رسمة صجية مو نفس هذيك اللي في البداية، أوكي؟ خل عندك الستراكشرز واضحة من داخل من برا، من يعني فرونت فيو لترال فيو، كل هاي خل عندك واضحة. خلاص أنت الحين هذيك الرسمة كانت حلوة ذيك الوقت، أوكي؟ بس الحين أنت اليوم يعني مو مسموح لك أنك تتم على شيء مو بمخطط بشكل دقيق، يعني لأن هني في البروتوتايبينج في عندك الإيرورز، وأنت قد ما تقدر لازم تحافظ على أن أنت تقلل من الإيرورز. الإيرورز يعني فلوس، فلوس يعني خسارة، أوكي؟ فقد ما تقدر أنت تحاول أنك تقلل من الخسائر في أثناء مرحلة البروتوتايبينج. فيكون عندك أول شيء بلان، خريطة حق، يعني تخيل أن البروتوتايب مالك خريطة، لازم تكون عارف بالضبط القطع، وتحط لك alternative بعد، تقول إذا ما ضبط المربع أحط دائرة، بس بعد هالشيء ما بيصير 100% إلا. طبعا هذه أنا، صدقوني هاي مو صورني وأنا ما أدري، هاي يعني هذه أبي أوصل لكم مسج، ما حد يعرف اللي أنتوا تبونه قد اللي أنتوا تبونه. لا تي والله تقول حق التكنيكال جاي أو الأوفيس بوي أو أي أحد والله أنت ما تعرف تسوي، وش حرفة هو بتقول له سوي لي مربع بسوي لك مربع. لكن لو أنت لما تكون داخل شغلك وتشوف إنه والله وأنت تجي تقدر تقول والله الدائرة ما بتنفع أسويها مستطيل أحسن عشان أضبط الشغلة المعينة، أنت تعرف أنت لما أنت ما بتقدر تسوي البروتوتايب من A to Z، ولكن وجودك وتحط يدك في المشروع أول شيء نفسيا فرحة. يعني أنا يعني كل قطعة تجهز عندي والله ودي أسويها عيد ميلاد، يعني من كثر ما أحس بفرحة الشيء وأنا أشوفه قدامي صاير برزة قطعة أحطها كذي وأهتم فيها. يعني لازم تحسون بهاي الشيء، إذا ما يكون عندكم هاي الباشن الشغف في الشيء اللي أنتم قاعد تسوونه ما بتخلصونه. يعني لازم يكون عندكم هاي الشيء. والله أنا ما أقول لكم هاي الشيء أمانة، يعني أقول لكم من قلبي هاي الأشياء، وأتمنى فعلا أن أنتم يعني حتى لو مو 100% بس يكون عندكم هاي الروح. ليش هاي الروح؟ أنا بخليكم تشوفون هاي الروح وين وصلتني. يعني حطوا يدكم، هاي طبعا مو يدي، هاي يد بس أبي أوصل لكم يعني إنه يعني في الأخير إنزين تكونوا أنتم سوبر، يعني يكون عندكم جود سوبرفيجن حق الشيء اللي أنتم قاعد تسوونه، حق تفادي الأخطاء، حق تعديل بعض الأفكار، حزة الشغلة، أوكي، وإلى آخره. طبعا هني في شغلة مهمة أنا استفدت من تمكين هاي في البحرين، بحرين وإذا إيه بحرين كده في البحرين، وهني ساعدتني من تمكين في مشروع يمكن كده تعرفونه البريسيد كابيتال، اللي هو تعطيك مبلغ عشان حق أفكار متميزة. زين بعد هاي يعني كان خبر كلش حلو، لأنه وان تخيلوا في هالمعمعة طبعا كل قطعة تسويها فلوس، خلينا نتكلم فرانكلي يعني كل قطعة تسويها فلوس وشوف كم مرة بعد بتخطأ إذا أنت ما بتقعد كل يوم تطالع التكنيكال بعد هاي فلوس. ساعدتني وايد ان انا اصنع البروتوتايب مالي واشوفه قدامي. فتخيلوا ان اليوم انتم مو بس مساعدتكم في البروتوتايبنج، مساعدتكم من طلع الفكره هذه من مخكم لما ان تخليكم خلاص رواد اعمال حقيقيين في سوق البزنس، ويمكن تكون بعد منافسين لاكبر التجار، لان انتم اليوم خلاص انتم خريجين هاي اللي نقدر نسميه، انتم يعني خريجين من جامعه فيها كل الكفاءات. يعني مو معقول يعني مثلا في احد بتمرون عليه ما بيعطيكم التوجيهات المئة يعني الحقيقيه والمئة بالمئة اللي راح تاهلكم ان انتم تكونون في المكان الصح. انا ساعات ما يعني يمكن انتم بعد تسوون حلمي، انا والله حلمي اسوي كذي، ما نقول مشروعي، ساعات من كثر ما تحب الشغله ما تقول مشروعي مثلا، ما ابي اغير الاسم بس انه قصدي انه يعني مثلا ما تقول لحظتها ما تقول والله مشروعي، يعني تاخذنا العاطفه نقول حلمي والله حلمي انا بسوي مرشو. صح حلمك سوى حقيقه، شفتوا هالتعب كامل قصه مرشو عبرت راسكم، اوكي سويته. يعني خلاص سويتهم، صار عندي بعد ذاك الحز جهازين مختلفين، كل واحد يسوي علاج يعني طريقة علاجية مختلفة، زين محتوي على كل عناصر الحماية اللي أنا كنت أشوفها مو موجودة قبل سويتها، كل التمارين اللي كان قبل نسويها مانوالي موجودة، أوكي، بالإضافة إلى كنت حاطة يمكن يبين هنا على صوب الميديكال ألارم
مثلا لو انا كنت عند مريض ثاني ما يحتاج اي شغله ما يطق الجرس اللي على السريع عشان تي النيرس تقول له اوكي اي ويل كول ذا دكتور. نو اليوم الدكتور مسؤول انه هو يكون دايركتلي مع البيشنت ماله. ما في يعني لحد يسوي روحه مشغول وما شلون شغلتك انك تروح حق المرض. فانا خليت كل الاشياء اللي انا اتمنى تكون عندي في اجهزتي. خليني اوريكم فيديو وايد احبه قبل ما اشغل لكم الفيديو. انزين هذه مريض كبير في السن هاي تشالنج ترى كبير في السن عاده يكون شوي اجريسيف ومره يعني مثلا ما يحب يجرب اي شيء ما ادري شنو. هاي المريض بس عشان اعطيكم نبذه بسيطه عشان تفهمون شنو قاعد يصير. اللي يصير عنده هشاشه عظام تبديل مفصل ركبه مثلا في الريول اليمين طبيعي انه ينتقل عقب سنه او سنتين او حتى اقل حق اليسار. ممكن تسالون اللي عندكم اجدادكم مره شنو بتلاحظون هاي الشيء. فهاي الريال كان مسوي عمليه من قبل سنتين على حكي يعني هذا الوقت حق ريوله اليمين على قول تتلعوز تمر شنو هذه. زين خلينا نشوف الحين شنو صار يعني. والشغله بوصل لكم اياها قبل ما اشوف الفيديو ان الجهاز من النتائج اللي عطته والحمد لله رب العالمين من توفيق من الله ان بالحركه القبليه المانوال المريض عشان يقدر يحرك ريوله بهالشكل انه يرفعها يعني بدون ما ادش تفاصيل كان يحتاج على الاقل شهرين انه بس يقدر يرفع ريولها. وهاي اللي يخليه يستعمل مثلا شو اسمه كل هاي الاشياء الاسسيف اكوبمنت يوقف على عكاز او شيء وهالامور كامل او تشوفينه يعرج لانه مو قادر شوي يرفع ريوله. بهاي الجهاز بوريكم شنو صار. وهو ما يدري ان انا مخترع هاي الجهاز وانا حدي مستانس انه ما يدري. طبعا هاي تو كان طالع من العملية بعد هاي. انت كنت تقدر تدفع ريولك بدون الجهاز؟ لا ما اقدر كلش. طبعا تو طالع من العملية البلاد كاثر الحين عليه الحين كل شيء مثل ما تشوفون. شفتوا الحركة ذيك المساعة اللي بالفوطة؟ طبعا ما في كهرباء بس ما بعرف تفاصيل الجهاز. شوفوا ايش صار. شوفوا ايش صار عقب ما شلت الجهاز من عنده. شلت الكثر حطيته 15 دقيقة يرتاح بروحه يرفع ريوله. اوكي. فهاي يعني شوف شلون الواحد ينتقل من شيء من الورقه ذكروا ذيك الورقه بس الرسمه اللي رسمتها. اوكي طيب هاي فيديو ثاني في نجوم العلوم وانا اطور الجهاز عشان اسوي استامنا. هني لاعب في قطر. اي نعم. تأكدت الجهاز شغال خلاص. اوكي ف حاليا يس في السعوديه في ارامكو اكثر شيء حاليا يو كي وجرماني اللي قاعدين يستعملون الجهاز وانا يعني مستانس انهم يستعملون الجهاز. اوكي عقب يعني هاي شغله بس انا يعني لان على سالفه الواو فاكتور شوفوا ايش قد سويت هاي الاشياء بالنسبه لي كان مو واو فاكتور لان هاي شيء كنت انا بسويه هاي ما في يعني هاي كان من البلانس مالتي انا يكون اني اسوي الجهاز والجهاز يكون شغال ويكون كل شيء وناجح هاي كان عادي. بس انا بعد زودت في شغلات عشان انا احب هاي الاشياء احب الواو فاكتورز هذيله. اوكي سويت سيستم زين بروحه يقرا قوة عضلة المريض حركته يمين يسار كم مرة كرر العملية وما شنو بروحه ياخذ السيستم دي كامل. لأن بعد وايد عندنا ناس مساكين مرضى يشتكون من سالفة التغيير الطبي دكتور كاتب خرابيط مثلا يعني نسمع هاي الحكي. اوكي مو بواضح الخط ومر شنو ضاع التغيير ومر شنو. من حرص انه يكون كل معلومات المريض وحالته الصحية والبروجرس ماله يكون موجود في شيء آمن سويت هاي السيستم والحمد لله بعد نجح.
اوكي مثل ما تشوفون يمكن يحفظ لك كل الداتا مال المريض وفي الاخير يعطيك ريزلت. شنو فايده هاي الريزلت الريزلتس او الريبورت في الاخير؟ احنا عندنا مشكله بعد كلها مشاكل وهاي الهدف ان انتوا لازم اليوم تكون سولفر، يعني يمكن الاشياء اللي بتخليكم تتميزون ان تحلون مشاكل موجوده، يعني مو لازم تخترعون، لكن حتى في طريقه البزنس بلان لازم يكون عندكم بروبلم ليست وانتوا عندكم بعدين خلينا نقول السوليوشنز بالضبط. اوكي اللي كان يصير شنو مثلا مريض يدش المستشفى يسوي عمليه، يمكن تعرفون هاي الشغله وايد، محتاج حالته بس 4 ايام، بعدين يقول حق الدكتور قعدني بعد اسبوع مثلا او شيء كذي، الدكتور بعد طيب يقول له اوكي زين انت الحين صرت معاه طيب وكل شيء زين، هذاك المريض اللي ريله مو قادر يتحرك في البيت لانه ما في سرير في المستشفى يخليه يدش المستشفى، مو مسكين بعد هذاك. اوكي عشان بس نكون هاي الاشياء بشفافيه، اوكي ونعطي كل مريض حقه اللي في البيت واللي داخل المستشفى، هاي سيستم يخليك تشوف كل شيء، مثلا يسوي لك فورمولا طبيه معادله طبيه يحسب لك انه والله فلان محتاج 4 ايام عشان يترخص، فلو لو خذ 5 و6 نروح نكلم الدكتور المسؤول ليش اعطيته اليومين على اساس والى اخره، وغير كذي انه يكون التغيير ماله كلش دقيق وفي كل التفاصيل. طبعا هاي قلتها الابلكيشنز جول طلع فضايح بالدول الغرب اكيد اكيد، وهاي لا وهاي الهدف، احنا لازم نغير هاي النظر وما زلت اسعي ما زلت اسعي. اوكي شباب في شغله كلش مهمه، انا ما ادري شنو نوع مشاريعكم، اللي كان عنده مشروع في حمايه، يعني حاليا تقدم خلينا نقول السماح بحصول على حمايات ملكيه وفكريه كلش موجود، خصوصا حق اللي يسوي بروتوتايبنج. اوكي احمي نفسك عن طريق، يعني للاسف يمكن بعض الناس تنتقص عندهم هاي المعلومات سالفه الباتنت اوفيس، شنو يعني حمايه ملكيه، اوكي شنو حمايه ملكيه شنو حمايه فكريه والى اخره، هاي الامور كامل احرص انه يكون عندك هاي البراءات الاختراع عن طريق دول مجلس التعاون، مكتب الامانه الدولي مجلس التعاون، المكتب الاوروبي للبراءات الاختراع، اذا كان مشروعك محتاج انه يكون محمي بس عشان تفادي ان احد يقدر ياخذه وانه يسوي يستعمل هاي ربح في الاخير، لان انت تضمن انه ما في كومبيتيتر حقك لان فكرتك ملكك في الاخير. 30 سنه اي نعم، هم يقول لك ليميتد، بس هو مو ليميتد يعني 30 سنه، هم بتشوف انه يكتبون لك مثلا انليميتد، لا بس هو 30 سنه. بعدين على السريع بس بعدين سوي ستوب، بعدين هني لما تسوي كل هاي الاشياء هني قول لروحك انا ابتدي عندي البزنس، سوي ويب سايت وحط لي تبيه وسوي لك وسوي كل شيء الاشياء اللي تبيها، كيب ات ايزي. خل يعني الحين التطور التكنولوجي خطير، ما يصير يكون عندك ويب سايت سوري يعني بطيء او مثلا قديم، خله فاني يعني خلاص التكنولوجيا حتحكم عليك انك تسوي بهاي الطريقه ولا اخره. هني اللحظة اللي أنا وايد أحبها، شوف إيش قد أوادم أنت، يعني اركض بسرعة أنا ما في وقت، كله فكرتي إنه ما في وقت لازم بسرعة أنا أوصل، وصلت ما في وقت بعد الحين. أوكي شباب، وسام الملك من الدرجة الأولى، وسام الكفاءة، بحرين إيكونتنت أورد، دايموند أورد فور بيست إنفنتر إن 2013 من British Inventor Society، Moscow Cup for Best Invention، Ambassador of Invention، Silver Award في معرض أينا في ألمانيا، هاي بعد في GCC، Nova Women Inventor Association Special Award، Gold Medal من the 4th International Fair، Best Inventor for GCC in 2011، شيخ ناصر بن حمد Award بعد فيرست بليس، وتم تكريمي في كأفضل مخترع بعد لثلاث سنوات متتالية في مكتب الأمانة العامة، والبست وومن انفنتر ان ذا وورلد فور 2011 من الوايبو، وهاي أحلى هدية الأهل ودعمهم طبعا، والله إن شاء الله يا ربي تحصلون الأهل دائما يدعمونكم. وفي الأخير هاي ماي كوت، يعني اللي صدق ما أقدر
أتخيل روحي بدونها. Thank you. شكرا. أتمنى يعني صدق إني قدرت إن أحط لكم في هاي السلايدز قد ما أقدر الأشياء اللي أحس إن صدق بتفيدكم. تفضلي. إيه نعم. أي نجوم العلوم تجربة كلش حلوة وكلش صعبة لأن هو مثل ألف واحد يقدم حق البرنامج يختارون يدشين في 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 شو اسمه كاستينج وكاستينج كاستينج لين يختارون لين يصير 30 عقب 30 يصير 15 والآخر مثل ما قلت أنا يمكن قلت في البداية أنه في أربع مراحل حق البرنامج ثبات الفكرة 3 شهور تقعدين في برنامج في ثبات الفكرة بعدين اللي يتأهلون يروحون حق الانجينيرينج اللي هي الهندسة هندسة الفكرة أوكي إن سيرفيز وهالسوالف وإن تسوين البروتوتايب بطريقة هندسية يعني في مهندسين ويعطونك دعم يبون لك مهندسين ويبون لك بعد خبراء من برا ان يعطونك يعني ادفايسز يعطونك من خبراتهم الاشياء اللي بتفيدك يعني زين وعقب تمرين حق مرحله التصميم انك تسوين شكله حلو انه يكون يعني لان هاي بعد نقطه كلش مهمه انه بالضبط لان في وايد اجهزه اذا ما يعطيك فيل اند لوك يعني هاي النظره ما ينفع انت تسوين البروجرامينج ولا هم يسوونه بس انت يعني شوفي انت تروحين لهم بفكرتك زين وكل يعني في ناس فكراتهم تكون كلش مستعده 100% وفي ناس تكون فكراتهم يمكن بس كذي جمله انا ابي اسوي شيء يطير مثلا فهنتي يوم انت سواء قلتي هاللون او انت رحتي بشكل وايد ادفانس يعني رايحه بطريقه كلش متقدمه بعد بتحصل نفس العنايه اوكي ولكن اللي متقدم واللي جاهز افضل لروحه بيكون عنده على الاقل الترناتيف بلانز وعنده خطط جاهزه يعني للتطبيق بس ان هم في كل مرحله يبون لك الخبراء اللي بيفيدونك حق المرحله نفسها مثلا يعني في مرحله الثبات الفكره يبون لك مهندسين ويبون لك تكنيك يعني اوادم حق تكنيشن وهالسوالف الانجينيرنج يبون لك لا مهندسين الديزاين يبون لك ماتيريال سبيشالست يبون لك ديزاينرز هالسوالف كامل في مرحله البزنس يبون لك ناس مسؤولين في الماركتينج يمكن حتى يبونك بزنس مان واحد هالامور هذه يعني ففي كل مرحله يبونك احد مختص بالمرحله نفسها بهالطريقه Good question. انا حاليا امبسور اوف انفنشن حق البريتش انفنتورز اورجانيزيشن وحقيقه بسبه المنتاليتي عندنا في العرب ما بقول في البحرين في الدول العربية بشكل عام يسمعون من مكانين على الأغلب أوكي إذا يبون يعني يكون في awareness يسمعونه من مكانين US أو UK ولا يعني لي مثلا أحد لهم مثلا من سوري هاي يعني هاي المنتاليتي ونحن لازم نواجهها أي إنزين فأنا قلت بما أنهم بيسمعون من هناك أوكي رحت لندن طبعا لندن لها قصة أنا شاركت في the British Invention Show هو one of the greatest inventions exhibitions في UK وهو اللي أهلني إن أنا أوصل حق هاي الشيء وأنت لازم يعني هاي بعد شغلة أنتوا لما تسوون شغلة أو مشروع أو فكرتكم تكون جاهزة مو تخليها بس يعني محلية حاول إنك تطلعها خل الناس يعرفون إيش قاعد تسوي أنت هني قاعد تشهر من نفسك وتوسع البزنس مالك وفي نفس الوقت ديرتك لها حق عليك يعني هاي مو شيء انت تسويه يعني مجامله يعني انت لما تروح مثلا تشارك في معارض برا حق اي شيء كان اختراعات بزنس اكزيبيشنز او اي شيء لما تاخذ علم ديرتك توديه ذاك المكان انت لازم تسوي هاي مو يعني مثلا اختياري هاي واجب الديره عليك ان انت تمثلها في كل هاي المحافل هاي اللي انا قاعد اسوي نجحت يعني محليا الحمد لله رب العالمين نجحت على مستوى الشرق الاوسط نجحت هاي واسعى للاكثر خلاص اقول شغله في الاكزيبيشنز شنو زين في الاكزيبيشنز اوكي البنفيتس من الاكزيبيشنز مو بس تشوفين مثلا انفنتورز ولا تشوفين انفنتورز اورجانيزيشن لا تشوفين المسؤولين عن هاي الكوميونتي يعني مثلا ميديكال كوميونتي من المسؤولين عنهم هاي لان مثلا اذا اختراع طبي بتشوفين ميديكال جوريز موجودين
إذا ميديكال جورز يعني معناته من منظمة الأمم منظمة الأمم المتحدة للصحة العالمية، أوكي وإلى آخره، فهاي يفتحون لك يعني هني الأبواب تنفتح لك، وهي أرجع حق الكود، أوكي هاي يمكن مو بهم بيوني أنا أروح لهم، أوكي مو غلط مو غلط إن شلون عن طريق عن طريق تواجدي في هاي الإكسبيشنز، أوكي يعني لما أنا وهاي شغلة كل ما تستقل وجودك في المكان اللي أنت فيه، تكلم قول أنا بكذي أنا كذي شلون تساعدوني، مو بخطأ أنك أنت تطلب المساعدة وأنا هنا كنت أسويه فرانكلي. أقول لكم كنت أروح مثلاً للجوريز إنزين فوزوني بالمثلاً سووا لجنة تحكيم فز مثلاً بالوايبو كان thank you very much شيء أفتخر فيه وأحطه في البيت ومستانسة لكن قلت لهم كمان بس أنا أبي شيء غير إنزين. قلت لهم أنا أبي هالجهاز مو بس الجهاز الكونسبت يوصل حق العالم إنزين. قالوا لي يعني هم يستغربون بعد شوي لأن في ناس الله يهديهم يخربون فكرة الشيء هذه يعني يقول لك إن العرب بس يبون شو ما يهمهم المضمون، اوكي فهذين وايد يساعدون يعني زياراتك هاي اللي تسويها وايد تساعدك، اوكي يلا شكرا.